السلام عليكم أعزائي متابعين شركة ويكار وترجع السيارات، مساء الخير عليكم أجمعين أخوان. اليوم موضوعنا بخصوص سيارات الشوفرلات التاهو موديل 22، طبعا مع ضمان 3 سنوات من شركة المنصور شامل جميع محافظات العراق. أخوان قبل ما نبتدي بالشرح، اللي يريده منكم مشاركة البس وتسوونا لايك وشير للمقطع حتى يصعد هذا الفيديو ويوصل لأكبر عدد ممكن من المتابعين، وإن شاء الله نحن دائما نستمر بالفيديوهات مالتنا ونعطيكم كافة التفاصيل عن السيارات الموجودة لدى شركة الميكار. طبعا بالنسبة للمحرك 8 سلندر سعة 5300 سي سي، أما بالنسبة كمواصفات خارجية، وطبعا السيارة أخوان فول مواصفات 1:1، هذا المرغوب اللي يجي إشارة باللون الأسود، العلامة باللون الأسود، عنا بالإضافة إلى الجكات والداتا شو مال السيارة. بالنسبة للمواصفات الخارجية عنا الشباك الأمامي مثل ما بنلاحظ نيكل بالكامل، إضاءات تجي جميعها LED، أربع حساسات أمامية، ويلات مقاس 22 إنش ألمنيوم. طبعا بالنسبة للدوسات الجانبية متحركة ويا فتحة البيبان، بصمة لجميع البيبان. أما بالنسبة للشكل الخلفي، طبعا إضاءات خلفية تجي LED، أربع اكزوسات رياضي موجود، أربع حساسات خلفية، عنا الصندوق الخلفي يجي كهربائي. خلينا نفتح القفل مال الباب. اخوان اللي يريدوا منكم لايك شير للمقطع حتى يوصل لاكبر عدد ممكن من المتابعين. طبعا حاليا هذا اخر وجبة من موديل 22، وافضل وقت لشراء سيارة تاهو بريمير موديل 23 راح يجي نفس السيارة بدون اي فروقات، نفس المواصفات، نفس الضمان، ولكن ازيد من هذا السعر تقريبا ب20 ورقة. حاليا احنا تانيين الكوشنات الخلفية، نقدر نصعدهم بواسطة الدقم الموجودة هنا كهربائيا حتى نقدر نتحكم بمقاعد الصف الخلفي، مقاعد الصف الثاني العفو، ايضا من المقصورة الخلفية. طبعا جميع الادوات مال الوكالة موجودة، بالنسبة للقاعيات، طفاية الحريق، السماعات، كله موجود من الوكيل. طبعا تبريد على كامل السقف على كامل السيارة، نقدر نتحكم بالتبريد بواسطة الدقم الموجودة بالوسط هنا. خلينا نرجع الكوشن. طبعا إشارات الترحيب مال الشوفرليت الموجودة على جميع البيبان، كشوة الباب تجي جلد باللون البيجي، تطعيمات الخشب الموجودة، يدات نيكل، الشاشات الخلفية تجي كبير مقاس كبير، طبعا هذا كله بلادي يجي، فتحة سلايد بانوراما على كامل السقف. اخوان بالنسبة للتاهو المنافس الاول لسيارات اللاند كروز موديل 22، سيارة فخمة بلادي، سعرها جدا مناسب ومنافس لسيارات اللاند كروز. طبعا مقاعد الصف الثاني بتدعم خاصية التدفئة، هنا المكان اللي تقدر تتحكم بالتبريد المركزي، عندنا منافس تايب سي، منافس HDMI، حاملات الاكواب الموجودة بالوسط. اما بالنسبة لمواصفات الجهة الامامية، طبعا عندنا التحكم بالمراية الجانبية يجي كهربائي، جميع الجامات اوتوماتيك، خزن لوضعيات الجلوس، الكوشنات الامامية كهربائية وايضا بيها منفاخ للظهر، وبتدعم خاصية التدفئة والتبريد. هذا الديزاين الداخلي للسيارة، طبعا شوف الفخامة الموجودة بالداخل. تحكمات السير من جهتين فول بالكامل، رادار مانع تصادم امامي، عندنا تدفئه للستيرن ايضا موجود، بالاضافه الى التحكم بالستيرن يجي كهربائي وليس يدوي، هاند بريك كهربائي، رادار تحديد مسار موجود، حساسات اماميه، اوتو هولد، مانع انزلاق، نظام مساعده على نزول السياره، كاميرا 360 درجه، وايضا الدقم الموجوده هنا للتحكم بالداتا شو والاضاءه مالتها. طبعا السيارة تجي فول مواصفات 4x4، الجكات مال السيارة، التحكم بالإضاءة، والتحكم بالسحب للمقصورة الخلفية. هذا بالنسبة للمواصفات الموجودة من هذا الطرف. خلينا نشوف إشارات الترحيب مال الشوفرليت البريمير. طبعا هذا إشارات الترحيب مالته. إخوان بالنسبة للسيارة موديل 22، هي اخر وجبة موديل 22، سعر جدا مناسب مقارنة بالموديل 23. خلينا نشغل السيارة ونشوف الاعدادات الداخلية. طبعا بنذكركم هذا المنافس الاول ل
بسيارات اللاند كروز الشكل الجديد، عندنا شاشة دشبول الكتروني بالكامل، اكو وضعيات القيادة بيها. خلينا نشوف وضعيات القيادة. طبعا عندنا هذا اول وضعية مال السحب، وايضا الطرق الوعرة الرياضي والعادي النورمال الطبيعي، بالاضافة الى التحكم بمدى ارتفاع السيارة الجكات مالتها. اكو اربع وضعيات للتحكم بالجكات. المراية الوسطية بتجي كاميرا خلفية وعاكسة للضوء. طبعا الجير الاوتوماتيكي يجي دقم. شاشة مركزية بتدعم نظام الابل كار بلاي، تقدر تربط موبايلك. شاحن وايرلس. عنا الدقم الموجود هنا، التحكم بتدفئة وتبريد الكوشنات الامامية مع تصفية الهواء الموجود داخل المقصورة. ثلاجة مركزية موجود. شوف تطعيمات الجلد والخشب الموجودة بالدشبول يلي منطية فخامة جدا للسيارة. هذا الداخل مال السيارة بالكامل. طبعا اخوان بالنسبة للتبريد الامامي منفصل بين السائق والسكن. هذا رادار مانع تصادم امامي، تدفئة الستيرن، كروس سرعة موجود. وبالنسبة لنظام الامان السيارة يجي بيها 12 ايرباك. اللي عنده سؤال او استفسار فينه يكتب لي بالكومنت حتى انا اجاوبه. كافة التفاصيل او اي سؤال بيخطر ببالك اكتب لي اياه حتى انا انطيك جواب عليه بشكل سريع. طبعا هذا فئة البريمير الفول مواصفات الواحد على واحد. بالنسبة للجي ام سي اليوكن ايضا متوفر مواصفات الاس ال اي الفئة المرغوبة. بالنسبة للمحرك والجير نفس المحرك والجير مال التاهو الشوفرليت الفول، ماكو بيه أي فرق. أما بالنسبة للمواصفات الخارجية يفرق هواية. بالنسبة لللايتات تجي LED، حساسات أمامية موجود، إطارات مقاس 18 إنش ألمنيوم، دوسات تجي جانبية ثابتة، البصمة لجميع البيبان موجود. أستاذ ظافر، بالنسبة لسعر التاهو البريمير، سعرة بنشدات و25 ورقة ويا الرقم ال23 اللي رح يصل، نفس السيارة ماكو بيها أي فروقات، ولكن بسعر تقريبا 8 دفاتر ونص. طبعا هذا الشكل الخلفي مالتها. طبعا الصندوق الخلفي يجي كهربائي. بالنسبة للدواخل نفس الدواخل ماكو فرق، ولكن تجي قماش ما يجي جلد. هذا الداخل مالتها، ماكو شاشات خلفية، التحكم بالكوشنات يصير يدوي. شكرا لك أستاذ ابن أربيل. أستاذ أبو علي، بالنسبة للجي ام سي اليوكن سعره 6 شدات و80 ورقة ويا الرقم. طبعا هذا الداخل مالتها، هاي المواصفات، عند مواصفات مال ستيرن، رادار مانع تصادم أمامي موجود، ولكن التدفئة مال ستيرن ما موجود. نفس الشاشة مال فئة الفول مواصفات. هذا الديزاين الداخلي. بالنسبة للتاهو ال اس، نحن شرحنا اول شيء بالبداية عن البريمير، فئة الفول فول مواصفات، وايضا ال اس موجود الاقل مواصفات، سعرها 6 شدات و50 ورقة، نفس المواصفات مال الجي ام سي اليوكن بدون اي فروقات، ولكن الشيء الوحيد اللي بيه فرق هو مقاس الشاشة الامامية. خلينا نشوف الشاشة مالتها. هذا الشاشة المركزية، هذا الشيء الوحيد اللي يختلف عن مواصفات الجي ام سي اليوكن، سعرها 6 شدات و50 ورقة ويا الرقم. ما تبقى نفس المواصفات نفس الامور، ماكو اي فرق. ولكن هي اخر وجبة اخوان من موديل ال 22. اللي يريد سيارة حاليا افضل خيار انه يشتري سيارة جي ام سي يوكن او تاهو بريمير او تاهو ال اس، ماكو اي فرق. جميع المواصفات حاليا متوفرة لدى الشركة مع ضمان 3 سنوات من شركة المنصور شامل جميع محافظات العراق. اخوان اللي يريدوا منكم لايك شير للمقطع حتى يصعد ويوصل لاكبر عدد ممكن من المشاهدين، وحتى انتو تستفادوا واحنا نستفاد ان شاء الله بالهمة مالتكم.
أي سؤال أو استفسار فيكم تتواصلوا ويا قسم المبيعات على الأرقام الموجودة بالوصف، وإن شاء الله راح ينطوك كافة التفاصيل حتى بخصوص السيارات. إذا أنت تريد سيارة باسمك تقدر، حتى لو أنت من بغداد أو حتى من أنبار البصرة، يوم واحد تجي لهنا تزورنا بأربيل، يوم واحد تترقم سيارة باسم حضرتك وتاخذ رقم جديد وسنوية باسمك. بخصوص سيارات البيك اب، هذا الرقم الجديد مال البيك اب، همينا يوم واحد يترقم السيارة باسمك. جميع المواصفات حاليا موجود، جميع الانواع من شركة ساس، ضمان 3 سنوات شامل العراق، ماكينة 4 سندر، سعة 2700، عالي، فور ويل درايف، فول مواصفات 1:1، وايضا الناصي موجود الفول مواصفات 1:1، ايضا مع ضمان 3 سنوات. طبعا الكوشنات تجي تبريد، اللايتات زينون، ويلات مقاس 17 انش باللون الاسود، دوسات موجود، بصمة بادي كامل اسود موجود، كل بالنسبة للمواصفات، فول كاميرا خلفية، حساس خلفي، تبريد، قطعة تبريد الجهة الخلفية، كشوة الباب المرغوب هذا باللي يجي قماش مال الوكالة باللون الاحمر، بالكامل سيارة فول مواصفات. عنواننا أربيل تقاطع مخمور قبل شركة البيبسي. أي سؤال أو استفسار فيكم تتواصلوا ويا قسم المبيعات على الأرقام الموجودة بالوصف. أعزائي متابعين شركة ويكار أوتو رجال السيارات، شكرا على حسن المتابعة.